السلام عليكم خوتي الاعزاء، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. كراج جديد اليوم ديبلاسيت بعيد على الدار بواحد 40 30 كيلو هكذاك، واحد 35 كيلو. انا نسكن في ليون، جيت هنا لفيل فرونش، قلت نشوف لكم كراجات جدد ونسقسوهم اسكو يديروا موان 3 وما يديروش موان 3. للاسف الشديد هذا برنارد اوضو عطيت هضرت معاه، قال لك ما عنديش سيارات تي في ار كيبيرابل، قال لك مين ذاك يدخلوا. قلت له يا خويا مانيش نحوسوا على تاع مين ذاك، نحوسوا على دائما احنا باش ننفعوا تاع البلاد وننفعوا تاع هنا. درت لكم فيديو باش تشوفوا اسعار السيارات المستعمله عندهم. واش راح نقول لك العزيز الغالي قبل ما نبداو نروحوا نشوفوا السيارات، اكليكي لايك وبارطاجي لا فيديو هذه مع احبابك ولا اصحابك، وطاقي صاحبك قول له دعم وليد بلادنا راهو داير محتوى نورمالمون ما شاء الله. خليكم يا خوتي ويلا نروحوا نشوفوا السيارات، سموا بسم الله. نبداو لكم خوتي العزاز من هذه السياره. على كل حال كراج ما شاء الله كبير، لكن بعد ما ضرب الطلة خاوتي اكتشفت انه الاسعار تاعو ماشي تاعنا احنا، تاع جماعة لابونك من الاخر. الناس اللي يديروا الفاسيليتي على باكي يدير سيارة يخلصها على 3 سنين على 4 سنين ما يحسلهاش، بصح حنا العرب ديما نحبوا نشروا كاش. العزيز الغالي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نبداو نشوفوا اسعار السيارات عنده، واعطوا رايكم في التعليقات خاوتي العزاز. ليكن في علمك خويا العزيز انا ما عندي فيهم لا ناقه ولا جمل، خوكم بولحي دي بلاصي لي كراج يوريك السيارات اذا لقيت الشيء لك تحوس عليه. اللهم بارك، ادعي له دعوه الخير وربي يسهل لك ان شاء الله. هكذاك وانت في بلاصتك تقدر تشوف السيارات في كل مكان. اذا ما لقيتش يا خويا دعم وليد بلادك، راهو داير محتوى اللي معناتها الحمد لله لك يا ربي ما تحشمش به. صلوا على النبي خوتي العزاز مره واحده اخرى، راها عيب نقول لكم صلوا على النبي بعد ما نلقى حتى تعليق فيه صلاه وسلام على رسول الله. يلا بينا. الايديس هذه خوتي العزاز لاني تاعها 2018 ماشيه 67000 فيها موتور 1.287 شوفوا حاطينها ب 9990 اورو خوتي العزاز، اللي هي 150 مليون جزائريه بسعر لابونك، واللي هي ثاني 240 مليون جزائريه بسعر السكوار. شوف ما بين لابونك والسكوار كاينه 70 مليون ديفيرونس. إيه واش راح دير؟ واش من 70 90 مليون 240 مليون لل 150 مليون 90 مليون ديفيرونس، قدر الله ما شاء فعل. ما تقوليش ما تقولش السكوار يا مبولحي، خاطر السكوار واقع رانا عايشين وواحد ما يقدر يمحيه. قال لا دار هد الرئيس تاعنا ان شاء الله يا ربي يتولاه معاه ويصد له صده مليحه وربي يجيب التسهيل للجميع. ولا بونك رانا نشوفوا فيه ثاني واقع، رانا نشوفوا فيه ارقاما فقط. كيا سيد ما شاء الله، انا تعجبني الكيا خوتي العزاز، ليك التحفه هذه مليحه الكيا. بالنسبه للسيارات الصغيره ما البري تاعها غالي، انا ما نكذبش عليك كي نلحق 20000 اورو تحيه جولف ويت من الاخر، جولف ويت ولا جولف سات زينه في المعمر وقلة بيشيح، مالجري هابطه في لاني بصح تبقى الجولف جولف وتبقى سيد سيد سيد. 1.0 تي جي دي خوتي العزاز، ما هذه فيها محرك ايسونس ماشيه 39000 لاني تاعها 2022 19980 اورو بزاف. تويوتا ياريس 11000 اورو لاني تاعها 2019 ماشيه 57000، 11000 اورو اللي هي حوالي 170 مليون جزائريه بسعر البنك، واللي هي حوالي 260 مليون جزائريه بسعر السكوار. او سيات ليون، هذا سيات ليون زينه بصح للاسف الشديد فيها محرك صغير 1.0 ما درنا والو خوتي العزاز. سيات من 1.5 وطلع درنا لافير، من 2 لتر في المازوت وطلع درنا لافير، هكذاك في 1.0 غير روح شري بورو خيرك. السيارة هذه خوتي العزاز 2021 ماشية 42000 راهم حاطينها ب 16000 اورو و 180 حذاها برك ايبيزا، محرك 1.0 95 شوفو 2021 خوتي العزاز حاطينها ب 15000 اورو و 280 2021 اوت، سيارة من سيارات اقل من 3 سنوات. هذا الاسعار اللي كنت تشوفوا فيهم العزاز راهم اون تي تي سي، معناتها باحتساب كل الرسوم. سيارة إذا شريتها وكنت راح تهبطها للبلاد راهم يبيعوها لك اونور تاكس، خالية من الجمارك، خالية من الرسوم، خالية من الضريبة، باش ديدوانيها في البلاد، دلها الجمركة تاعها في البلاد، تخلص لها الضريبة تاعها في البلاد. يا العزيز الغالي دائما الضريبة تخلصها في البلاد اللي راك راح تاكل فيها هذاك الشيء ولا تستعمل فيها الشيء اللي راك شاريه. كيا، كيا ريو خوتي العزاز بالله عليكم، هذه فيها محرك 1.0 100 شوفو، وهذه 1.0 95 شوفو، السيارة 2021 2021، السيارة هذه ماشية 60000، هذه ماشية 7 شحال؟ 20000، ما عليناش، هذه دير ب 16 ب 15200، وهذه دير ب 14400، معناتها كاين ديفيرونس تاع واحد 800 أورو، وين هي اللي تخير؟ تخير كيا ريو ولا إيبيزا؟ كاين بزاف ناس راح يقولوا لي ايبيزا خاطر ما يعرفوش الماتريال زين، مي والله يا الماتريال اللي قورن هما السيارات الاسيويه.
عبالك باللي المحركات صغيره لو شوف غير الايديس والبيكانتو شوف كيف راهم ديصاري لهم في البلاد يقورنوا بصح المحركات الصغيره في الالماني ما ينجحوش خاوتي العزاز تصرف عليهم من بعد انايا برايي تربح الريو ونخلي الكومونتير هما اللي يحكموا بيناتنا زيد العزاز واش كاين ورانا من هنا كاينه فولكس فاجن تيغوان راح نشوفوا تيغوان هذه شحال دير اي هاي اللي خل ايفان ما عرف اللي شفناها ولا مازال اصبر نشوفوا تيغوان ونرجعوا للايفان خاوتي العزاز فولكس فاجن تيغوان 30000 اورو بب 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 تيغوان انت جامكش تيغوان هذاك شمال 30 فدرالي لونسي خاوتي العزاز 2020 وي راني معاك فيها 2 لتر لا 150 شوفوا بارك الله فيكم لا كارا اكسكلوزيف يعطيكم الصحه بوات اوتوماتيك ماشي 64 بصح ما يجيب 30000 و 400 يا العزيز الغالي غاليه بزاف ايفان درك نرجعوا نشوفوها خاوتي العزاز كاين اوكتافيا من هي صلوا على النبي نشوفوا الايفان ونعاود نروحوا لاوكتافيا والبولو عجبوني انا المطريه اللي ما يعجبنيش ما نشتيش نبيبليه ما نكذبش عليكم هيونداي ايفان خاوتي العزاز سيارة ثانية زين الله يبارك هذه هيونداي ايفان اكتيف ما شاء الله السيارة هذه خاوتي العزاز تدير ب 12000 اورو و 980 اللي هي حوالي قريب 270 مليون جزائرية ولا 280 مليون 2019 ماشية 57000 العزاز نروحو نشوفو من هي هذيك الاوكتافيا والجولف زد هذو هما اسعار السيارات خاوتي هنا في اوروبا ما يغلطك حتى واحد كراج هذا ما هو تاعي ماني خدام فيه ما نعرفه وشني كي نلقى حاجه نوري لك خاطر كاينين بزاف ناس يقول لك راها رخيصه وكاين بزاف ناس يقول لك غاليه ما تخلي حتى واحد يقول لك قول له شوف بعينك وحسب وحدك 208 ان دو بيرتاك 10000 اورو خاوتي العزاز ماشيه 57000 9988 اللي هي 10000 اورو 2018 ماشيه 57000 بزاف فورد فيستا فينيسيون اس تي 16000 اورو فيها محرك 1.0 والله العظيم هباك انا ما يعجبنيش الحال كي نشوف السيارات كامل 1.0 بكري كانت الناس تجيب محركات 3 لتر 3.6 2 لتر 2.5 وهكذاك ماهمش قانعين درك الوقت اللي وصلنا ليه ولات اوكتافيا كيما هذه الله يبارك تشوفها طول فيها شحال من متر والالياج والامورات الزينه من بعد واش فيها موتور 1.0 خاوتي العزاز هاي ليك 1.0 لا 116 شوفو تي اس اي ماشيه 70000 حاطينها ب 17000 اورو 17000 اورو خاوتي العزاز اللي هي حوالي 400 مليون جزائريه ما درنا والو من الاخر جولف 7 كيف كيف ان 6 تي دي شوف المحركات جولف 7 كيما هذه عائليه لو كانت تشارجيها بخمسه من الناس العقبه تطلعها بالحساب 2019 ماشيه 100000 حاطينها ب 15000 اورو 1.0 كي ديروا في بولو نقولوا معليش سياره تاع مدينه سياره هكذاك تاع فيت فيه بولو فولكس فاجن بولو العزاز السياره هذه فيها موتور 1.0 2021 جانفي 16000 اورو ماشيه 51000 ما كان والو هذوك اللي من هيك كامل راني قاعد نشوف فيهم ما فيهمش البري خاوتي العزاز ما درنا والو تسمى ما كان له نروحوا لهم نشوفوا الصف هذا اللي منا واش راه فيه سيارات صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعه ربي يبارك فيكم ان شاء الله بيجو 308 اس دبليو في بلو اتش دي لا 130 شوفو ماشيه 96000 انا عامل البري تاعها 17000 اورو 580 لاني تاعها 2019 سيتروين سي 3 ان 5 بلو اتش دي خاوتي العزاز هنا عليه القور يشرو من عند الكراجات كيما هاك علاش علاش في ميسكم على جال لا بانك اباك يروح لا بانك شوف يخلص 269 اورو للشهر ويدي سياره كاين الناس كيعود يخلص 2000 اورو 2200 ما تغيضوش يخلص 200 اورو على جال السياره راك فاهمه ثلاث سنين عامين ربع سنين ويلقى السياره خالصه ما يحسلهاش هما هذاك الربا يقدروا يديروه حنا العرب ما نقدروش نديروه راك فهمتني حنا ديما نحبوا نشرو كاش خاوتي العزاز والله يعلم الا راني غلط الا راني غلط قول لي راك غلط يا العزيز الغالي لودجي ايه لودجي ان 5 بلو دي سي لا 115 شوفوا خاوتي العزاز ماشيه 38000 لاني تاعها 2020 حاطينها ب 17000 اورو ان 5 بلو دي سي خاوتي العزاز هاي لي فولكس فاجن بولو وحده اخرى خاوتي العزاز اه شحال دير هاد البولو
ماشيه 15000 2019 حاطينها ب 16000 اورو و 980 1.0 95 شوفوا خوت العزاز كليو 5 17000 اورو ماشيه 44000 لاني تاعها 2021 افريل واش فيها موتور فيها موتور 1.6 اي تيك خوتي العزاز لا 140 شوفوا خوتي العزاز هذا الكليو زاد واش راح كاين الماتريال هذا ها واش كاين لودغي وحده اخرى كيما راكم تشوفوا فيها هنا قدامكم 12000 اورو 300 ماشيه 97000 فيها موتور 1.3 تي سي وي والخاتمه تاعنا راح تكون بهذيك الفيات 500 وهذاك اللوغان وهذاك اللوغان يا العزاز فيات 500 السياره هذه 2023 ماشيه 14000 راهم حاطينها ب 13000 اورو 980 كي تقول لي بسعر البنك يا العزيز الغالي نقول لك جايه بواحد 200 مليون جزائريه ايه حوالي واحد 200 مليون جزائريه بسعر البنك لو كان تقول لي بسعر السكوار راك تحكي لي على واحد 300 مليون جزائريه حوالي 300 مليون جزائريه واللوغان اللوغان يا العزاز هذا اللوغان ماشيه 65000 هذه البراك الطويله 2018 فيها موتور 99 شوفو 0.9 محرك 0.9 في سياره براك كيما هذه هذه معناتها تشريها منا يا ربي تلحق بها 100000 يتكسر لك الموتور من الاخر هاي كاينه كليو 5 واحده اخرى نختموا بها هذا البيرتاك عت من شتيهمش انا كاع من الاخر كليو 5 1.5 بلو دي سي 100 شوفو 20 19000 اورو 290 واش بقى على 20000 زعما انا على جال الله راني نشري حاجه 2023 ونخلي الجولف راكم مهابيل يا جماعه واش راح نقول لكم العزاز تسمى ضربنا دوره كامله في الكراج راكم ديتو فكره على هذا الكراج واش راه عنده سيارات اللي شاف حاجه وعجباتو تقدر تعيط لهم من كليك ديريكت يا خويا انا درت فيك مزيه اني ضربت طله وبارطاجيت معاك المحتوى تاعي للمزيد من المعلومات والفيديوهات اكليكي لايك واشترك بالقناه يا خويا ما تكسرش راسك انا ندي بلاصي انا كيما رحنا للطليان دوك نزيدو نروحوا لدول اخرى بربي ان شاء الله وربي يجيب التسهيل للجميع قبل ما نقول لكم تهلاو في رواحكم نقول لك العزيز الله يرضى عليك ان شاء الله اذا كان عندك اي تساؤل ما تبحثش على الاتصال بيا قد ما تشوف لي فيديو راني والله راني نجاوب على با مال دي جون راه عندي كيما في اليوتيوب كيما في الفيسبوك كيما في الانستغرام راني ما نديرش فيهم نفس الشيء معناتها فضلا وليس امرا شوف القنوات اقرا لي كومونتير حط كومونتير زوج ثلاثه والله غير نجاوبك بربي ان شاء الله وربي يجيب انا مجرد دلي الخير راني كيما انت واش نهي هوايتي ونشتي ندور في الكراجات وكي راني ندور نشتي نبارطاجي معاكم واللي يلقى حاجه ربي يهنيه ان شاء الله واللي ما لقاش يا خويا واش راح نقول لك البنك كاين لي سي تاع السونترال كاين راه كاين كل خير راه ربي يبارك نخليكم على خير خوتي العزاز ما تنساوناش من الدعاء تاعكم ربي ان شاء الله يوفقنا ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله سلام